سلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. هل يمكن للحظة أن تغير مجرى حياة الإنسان؟ لحظة تتمثل في حدث مهم أو لقاء شخص مميز، وهذا ما حدث مع الشخصية الرئيسية في أقصوصة اليوم، ألا وهي القبلة أنتون تشيكوف، الشخصية الرئيسية، وهو جندي كان يتمتع بشخصية خجولة ومنطوية. استطاعت لحظة ما أن تغير مجرى حياته. تلك اللحظة تتمثل في قبلة على خده من امرأة لا يعرفها. استطاعت تلك اللحظة أن تغير حياته، أن تجعله شخصا مقبلا على الحياة أكثر، شخصا خرج من عزلته ومن انطوائه، حتى أصبحت تتمحور كل أحلامه في تلك اللحظة، وكان يتمنى لو تتكرر مرة أخرى. إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو متاع اليوم، ونتمنى تقرأوها وتعطيوني رأيكم. الأقصوصة القبلة لأنتون تشيكوف، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي، وباي باي.